شكرا لك سيدنا، الله يعطيك العافية. يعطيك العافية. البي بحياتكم. الله معك، الله معك. والله ارتحت كتير، صرنا زمان ما اجينا لهون. زمان كنا نزور القبر كل اسبوع، كل اسبوع، بس هلا ما عاد فينا. هيك منيح لمعي؟ يسلموا دهياتك كريم، هيك زبطوا زبطوا. نزرع هدول على قبر امك. خلينا نزور قبر امك كمان. ايه شو رأيك؟ امك مدفونة هون ما؟ ايه هون. يلا. ايه امشوا. يلا، بس بالاول خلونا نعبي مي. فكرة حلوة فاطمة، برافو عليكي. مرحبا. اهلين. اجا كريم لهون؟ لا ما رجعوا لسا. ايه شو رايك بكاسة ليمون بالنعناع؟ رح اطلب تشرب معي؟ يا ريت والله. ست ميسر؟ لا هلا اشربت يسلموا. ايه رايحة وصي عليهم وبرجع. ماشي. بدي اسألك سؤال. ايه تفضلي. بدك تشرح لي، يعني بالمحكمة كل واحد عطى افادته ما؟ كريم قدم افادته وفاطمة حكت اللي عندها، بس اللي بدي اعرفه بعد هاي الجلسة رح يستجوبوني إلي؟ ايه يسلموا ايديك، وصيت عليهم هلا بجيبوهم. منيح. ايه شو كان بدك تقولي؟ اللي بقصده انا القاضي رح يراعي حسنيتي، ما هيك؟ انا خايفة يتهمني لانه وقتها ما حكيت الحقيقة، وهذا اللي انا بقصده. ايه فيك تقلي شو رح يكون وضعي القانوني؟ هي خايفة يحاكموها، هيك بتقصد؟ ما بتوقع. كل شي عملته كان لمصلحة فاطمة، أنا عملت هالشي لأحمية. بصراحة أنا هلأ ما فيني إليك أي شي، لأنه الأمر بيعود للقاضي. نحن رح نشرح له الوضع وهو بدوره رح يسمع الطرف الثاني. وبالمناسبة أنت لازم تحكي له على كل شي صار معك وبدون ما تنقصي ولا كلمة، يعني لا تحاولي تداري أو حتى تخبي شي عنه، فهمتي؟ أهم شي هلأ هو وضع لفاطمة بالمحكمة. فهمت. اللي بقصده أنا أنه لازم نحكي كل شي صار مع فاطمة، هذا هو جوهر القضية. ايه فهمت عليك. أصلاً ما لازم نتردد بهيك موضوع أستاذ، نحن مديونين لفاطمة ولازم ننصرها، ولا مو هيك ست ميسر؟ رغم كل شي سيء عشته فاطمة بحياتها، ورغم كل شي ساويتي معه، ورغم كل فصولك الناقصة، هي وقفت بصفي لما هربتي من البيت، ما تركتك أبداً. ولا حلك تنسي؟ ايه فهمنا، كله شقفت سؤال، حرمت اسأل. طبعاً لازم ينالوا جزاتهم، هذا اللي بيهمني، فاطمة كتير بتهمني، أنا عم بس على هالشي. حلو، معناته متفقين. وصيتي لي معكم؟ قلت بتبوردي شوي. يسلموا دياتك. صحة. بلوا ريقكم. شكراً. عملنا عين العقل، الحفار رح يدير باله. ايه بعد ما زرت قبر امي وابي كتير ارتحت، بتصدق كريم؟ لانه كنت كتير متضايق. فاطمة مانك جوعانة؟ مو جوعانة. خلينا نروح على شي مطعم، في مطعم لواحد رفيقي. عرفتوا المطعم اللي على الساحل، رح آخذكم لهنيك إن شاء الله يكون فاتح. ما جاء على بالي روح لهنيك، خلص منروح على الأوتيل. قلت منغير جو شوي. ما بدي روح وأجي هون كتير، خايف نلتقي بحدا من معارفنا ويبلش أسئلة ومو جاء على بالي جاوبه. ماشي على راحتك، معك حق. أي صح مزبوط كلامه، فاطمة معها حق، ما بدنا نشوف حدا من معارفنا هون ابدا. مثل ما بدكم، نروح على الاوتيل.
ليك كريم، فينا نروح من هون طريق الساحل أحلى. شباب، ما بدي روح من هنيك. ايه فهمت، معك حق.